فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى، فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى مزايا لما كان الزمان بهم أزرا. فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى مزايا لما كان الزمان بهم أزرا. ففرقهم في الأرض حتى قبورهم، فبعض ببغداد وبعض بسامرة. يوم القاسم سلام الله عليه، هذا الغريب، ولهذا لا بأس من ذكره سلام الله عليه. وفرقهم في الأرض حتى قبورهم، فبعض ببغداد وبعض بسامرة وبعض بطوس والبقيع وبعضهم حوى شرفا وعيد الغري له قبرا، حوى شرفا وعيد الغري له قبرا. وفي طيبة طاغى وأسباطه ثوى، وعف الشقاء قبرا لبضعة الزغرى، وعف الشقاء قبرا لبضعة الزغرى. ودع عنك ذكر الطف إن حديثه أحال فؤادي عند تذكاره جمرا، أحال فؤادي عند تذكاره جمرا. خط طريق الفرات، يدري الشيعة يحبون الفرات فيسكنون على أطراف الفرات إلى أن وصل متخفي إلى المنطقة اللي هو الآن مدفون فيها، منطقة القاسم. وصل متعب منهك وهو ابن موسى بن جعفر، بس أمه مغسول حظها، شو تسوي لها؟ مغسول حظها، دوما هاي العبارة ألح عليها. مولانا الكريم وصل إلى هاي المنطقة وكان تعبان، والفرات هناك إجا يشرب ماء من الفرات ويستريح قليلا على الفرات. شاف اثنين بنات يسولفن على قضية ومختلفات، وحدة تريد تثبت للثانية صحة ما تقول، تقولها إي وإي وحق صاحبي بيعة غدير الأمر كما قلت. تدري هذا ابن موسى بن جعفر ومفارق 36 أخ وأخت، أولاد موسى بن جعفر كلهم فارقه، ومفارق أهله وعز بن هاشم، وهو ابن الكرام، وهو ابن البيوت اللي أذن الله وأن ترفع، عزيز قوم، كبير قوم. وإذا يسمع عبارة وحق صاحب بيعة الغدير شو يصير بيه؟ شو يصير بيه؟ جسمه كله ارتجف. إجا سلم عليهن عليكم السلام، قالها أختاه من تعنين بصاحب بيعة الغدير؟ قال هاي خوش فرصة ذول الشيعة مبيني، بس خلي أتأكد منو صاحب بيعة. قالت لا أولا تعرفه، قالها أسأل. قالت لذاك الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين المصلي على القبلتين، ذاك أسد الله الغالب صاحب المناقب، غالب كل غالب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ارتجف، وقت ما عندي شوية أقرأ سرعة، ارتجف دموع قام يزر. قالها أختاه أنت شنو عندكم هنا البيوت؟ قالت لا إحنا عشائر وأنا إحنا بنات شيخ العشيرة. قالها أختاه أنتوا إذا جاكم ضيف تكرمون الضيف وتطردون الضيف؟ قالت له الله أكبر، إحنا شيعة آل محمد، الضيف يعيش ويانا بالبيوت، إحنا أمتنا آل محمد أهل الكرم، عادتكم الإحسان سجيتكم الكرم. قالها أنا ضيف وغريب، ضيفوني هلا بيك هلا بيك. قالت له زين شلون عند بيتكم كذا مكانكم مضاربكم؟ قالت له امشي ورانا. قالها نحن قوم لا نمشي خلف النساء، ابوي ما معلمني امشي برا برا. خو شلون؟ قالها امشي قدامك ما ننظر خلف النساء، احنا اهل البيت. بس ما قالها احنا اهل البيت بقلبه، قالها امشي قدامك وانت صيح يمين شمال انا اعرف طريقي. فعلا مشى قدامها
وصلت للمضية ثلاثة أيام، العرب ما يسألون ضيفهم. اليوم الرابع إجا صاحب الدار شيخ العشيرة أبو ذنب البنتين، قال له ابني أنت ضيفنا ثلاثة أيام، والضيف لا يسأل من أين وإلى أين وابن من ويتسم إلى، ما يسأل، احترمه ثلاثة أيام. من بعد ثلاثة أيام سيدا قلنا شنو أنت، منين جاي، وين رايح؟ المهم قال له يا شيخ لا تسألني عن حسبي ونسبي، ودع عنك من أين وإلى أين، ودع عنك حسبي ونسبي، أنا غريب ومظلوم وشارد وإلى آخره، ما يأثر بأرض الله الواسعة وعلى هالحال هذا، لا تسألني أكثر من ذلك، وأنا ودي أبقى يمكم إذا تقبلوني ضيف. قال له نقبل بيك ضيف. قال له بس أنا ما أحب أكون عالة عليكم، أقعد بالمضيف آكل وأشرب، أبدا هاي ما أقبل نفسي. ما قال له نحن من أهل بيت تحرم علينا الصدقة، ها؟ قال له زين شو تريد ابني؟ قال له ها. قال له أنا شفت بناتك يرحل يجيب الماء والماء صعب، والبنات صعب عليهم يجيب الماء، والمسافة طويلة، أنا أحب أسقي ضيوفك في الديوان، أسقيهم الماء إذا تقبل. قبل بذلك. قال له يا ريت، إحنا عندنا مشكلة قضية الماء، أنت تروح تجيب ماء تفرحنا. قام القاسم هذا العالم الفقيه الكبير يوميا يروح يترس جرار الماء ويجيبها على ظهر ملاحظ ويسقي الضيوف ماء في الديوان. يسألون الشيخ منو هذا شنو هذا، ما يجاوب ما يقبل، بس مبين عليه انسان خير، شوفوا وجهه، شوفوا جماله، شوفوا جلاله، هيبته، قومته، قعدته، صلاته، تقواه، مو انسان طبيعي، هذا مو شان طبيعي ابدا، وضعه مو طبيعي، بس ما اعرف ما يرضى يقول. المهم يوم من الايام هو رايح يجيب ماي، ذن البنات اثنينات قاعدات قريب شجره قريب الفرات، والقاسم اجا وما يدري بيهن قاعدات، شافن اجا يترس القرب ماء، وبرا شويه ترس القرب قاعد على الفرات دموعه قام يترس، واخذ يبكي على الفرات. ذني الذنه ايش بيها؟ سمعنا يصيح اتجري يا فرات وقد قتل الحسين عطشان، بعدك تجري الاسلام قطعت ماي ما انطيت للحسين وتجري بعدك تجري المهم ذني رجعا اخبر ان ابوه من الابو تاذى، قال لهم بناتي انا معتقد بهالشاب هذا، بس مشكلته ما يرضى يقول منو شنو من. يوم من الايام الشيخ طلع لقضاء حاجه نص الليل، وهو خلى القاسم ينام بالمضيف، شاف من المضيف نور الى اعنان السماء متصل بالسماء، اجى فتح باب المضيف شاف النور من مكان سجود القاسم الى السماء. شنو هذا؟ ثاني يوم اجى قال له يا عم لا تخبر احدا بذلك يا رجل يا شيخ، وخليني على حالي ولا تسالني من انا وابن من وابن اي عشيره، تقبلني تقبلني، ايش وقت ما ضجت مني انا الم غراضي واروح المكان اخر. قال لا ما تطلع، تبقى هنا. ابني انت لما جيت خيرنا كثر، نعمتنا كثرت، مريضنا طاب، حوائجنا قضيت، الخير نزل علينا من الارض والسماء، انت شنو من بركه انت؟ المهم من انت؟ قال له دع عنك حسدي ونسبي، هذا خط احمر اترك. يوم من الايام صار هجوم على قريه القاسم، هجوم ذاك الوقت قبل لا تصير قريه القاسم، صار عرب يتقاتلون بيناتهم، صار هجوم عليهم. المهيئيهم للدفاع عن القريه تراجعوا، القاسم واقف بصف الشيخ، قال له عم ناولني سيفك. اعطاه سيفه، يقول تقدم وحده للقبيله اللي كانت هاجمه على هاي المنطقه. مولانا غاص في أوساطها، قلب ميمنتها ميسرة، الميسرة ميمنة حتى أرجعها. ما يخافون الله ذولا قطاع طرق، قطاع طرق دين ما عندهم، شردهم عن أعراض الناس ودماء الناس وأموال الناس. ازداد حب القرية للقاسم سلام الله عليه. يوم من الأيام، وقت ما ظل عندي خليها استعجل، يوم من الأيام جاء الشيخ لزمه، قال له ابني حبيناك خلاص الحكي، وانا البارحه قعدت مع عمام بناتي وقنعتهم بان اعطيك احدى بناتي، تقبل؟ اذا تريد تعطيني اقبل. قال له بس ابني، قال له دعك من هذا، لا تسال، لا تطيني بالتك، دعك من موضوع من انا، تريد تطيني انطيني، ما تنطيني خلاص. قال له لا اعطيك. قال للبته، قال لها بالليل احكي وياه، ابن منو شنو؟ احنا بالقوه قنعنا العشيره. حشت وياه، اغرورقت عينه بالدموع فتركت. مشت السنين، صار عنده طفله فسماها فاطمه. يعني يوم ما زارها
خلاصة القصة مريض القاسي. المرض قام يزداد عليه يوم بعد يوم. العشيرة تداعت فيما بينها، يا معودين هذا راح يموت، هاي شلون كارثة؟ لا عن هاي بنته بنت من ما ندري، منو أبوها ما نعرف، عشيرتها ما نعرف. هذا إذا مات شلون ببته؟ شنو نقول للعالم؟ هاي بنت من؟ ما يصير. المهم اجوا للقاسم، اجى الشيخ جلس عند راسه، قال له ابني ما راينا منك الا الخير الى اخره. ولكن قال يا عم لا تسالني، هذه المره ساجيبك انا. قال له ايه انت ذاك اليوم بنتك جت تبكي، ليش تبكي؟ لما تطلع تلعب ويا البنات يقول هاي ابوها مو معروف، ما عنده لا حسب ولا نسب. قال له يا عم حسب هاي الطفله اشرف الحسب ونسبها اعظم النسب. يا عم هاي الطفلة تتبرك الملائكة بتراب أقدامي. قال له شلون ابني لا تخوفني، ايش قاعد تحكي؟ شنو بنت من هاي؟ قال له عم من إمامك؟ قال إمامي هو الإمام موسى. قال يا عم وأنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، وهذه الطفلة جدها باب الحوائج موسى بن جعفر، وهي أشبه الخلق بأبي جدها موسى بن جعفر، شمائلها شمائل موسى بن جعفر، وكنت إذا نظرت إليها رأيت شمائل أبي في وجهها. هذا الشيخ اندهش، قام كان خال عمان وعروسه دفع على الارض، صاح عشيرتي يا ابناء العشيره جو يركضون قلب سود الله وجوهنا، شبيك خير؟ قالوا مش خير، استخدمنا ابن امامنا سنين ينقل ماي، هذا الفقيه العالم شنقول للزهراء يوم القيامه؟ هذا احنا نكون الخدمه. سلام الله عليه. قال لا والله يا عم بيض الله وجهك، لقد آويت غريبا وزوجت غريبا. أوقف لكم أهل هاي المنطقة يوم القيامة بين يدي الله، أقف لكم أرد الجميل. لكن يا عم لي إليك حاجة. قال له قول سيدي. تاني يقول له ولدي الآن سيدي. قال له قول سيدي. قال له يا عم اذا قضيت نحبي ادفني عندكم، ولكن فاطمه اذهبيها الى المدينه الى مدينه جدها. اكو عندنا بيت هناك يسموه بيت الارامل واليتامى، وديها لذاك البيت. ما اندل. قال له مالك ربط، انت بس اخذها، هي بس توصل المدينه تندل المكان وحدي، وان كان هي ما واصله المدينه قبل. المهم اخوتي الكرام احبتي الكرام، ثم قضى القاسم نحبه رحم الله من نادى وقاسما. اسمع ابو علي اسمع، جابوني للجمعه. رحم الله من نادى وسيدا، دفن القاسم عليه السلام، اخذوا هذه البنت الى مدينه رسول الله. الشيخ يقول ما ان وصلت المدينه واذا بالطفله تركض امامي وانا امشي وراها. يقول دقيت الباب، هي دقت الباب، دقت باب بيت، فتحت الباب طلعت امرأة. لما نظرت إلى فاطمة قالت أرى شمائل ولد القاسم على وجهك. أنا ابنة القاسم، أهلا وسهلا بك في دار الأرامل واليتامى. هذا بيت صح للأرامل واليتامى، صحيح للأرامل واليتامى، ولكن البيت أقلها مستور، البيت محفوظ. مولانا الكريم أكو بيت آخر، أكو بيت آخر أحرق يوم العاشر من المحرم للأرامل واليتامى. الله وشردت الأطفال من كل جانب ومكان ومن كل حرب وصوت، وزينب عليها السلام تقول الليل جلو القاع مغيمة، وما خلوا علينا القوم خيمة.
لا خوش دمعه يا ابا عبد الله ليله الجمعه ابو علي انظرنا ابو علي احنا في ارضك ابو علي احنا في جوارك ابو علي احنا ضيوفك انظرنا ابو السجاد يا ابويا اللي الجل والقاعه وما خلوا علي انا القوم خيمه ويتيمه قامت تلود بيتيمه الله والله يتيمه تريد الضر وتصيح الظليمه يا ناس الظليمه الظليمه وقتي خلص مشكله وقتي راح مع الاسف خلوني اقرا بعد بيت الشاعر يقول زينب نادت على الفاطميه ليلة 11 تعالا 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 علويات تعالا تعالا اجتمعن 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 علويات اذا ما نشتغل سوا ونرتب اوضاعنا كل شن تموتن الليله كل شن خيمه ماكو والقاع هيمه تضيعن هاي الاطفال خايفات الحسين مقتول ابائهن مقتولين نضيع تعالا خلنا نتراهم على راي شنو زينب زينب نادت على الفاطميات تعالا شدن وياي العبايات اسمع ابو السجاد اسمع نطني عبي شن دنيا الليل ما حد يشوف نطني العبي ليش زينب زينب نادت على الفاطميات تعال نشدني وياي العبايات تدرن ما بقى عندنا برن تدرن ما بقى عندنا ضرن بات ضرن بات تعال نخل نسوي اللي الزامات حسي هاي والله زامات ونسوي النطارة وكاتبة وكات يا عم وهالله هالله بالغريبات مفجوعات بالوالي وسليبات يا عم والله هالله بالغريبات مفجوعات بالوالي وسليبات يا عم وبمصيبتنا مصيبات إلهي